والله العظيم الموضوع ده في راجل لازم اشوفك ضروري. انا في حاجات كتير بنساها الا لو حد جرحني او حاول ياذيني. يا ساتر. دي هنا بيت بابي يعني بيتك. ايه ده؟ انا كنت بدور على ولاعه. بس انا ما بحبش حد يدور في شنطتي. انا مش حد، انا جوزي. ليسي وبعدين اسمع يعني انك كنت مقضياها. بتتعامل على اني خلاص وافق؟ انا ما اتشرطش عليا، انا اشرط على امي. هو فيها يا استاذ راجل؟ هو انت مش ملاحظ يا ليسي ان انت بتخبي علينا حاجات كتير؟ انا ما امر اخلص عليك لو عملت اي دوش. بقول لك افهم. اهدي بقى. يعني هو عشان يصالحنا يلوي دراعنا؟ سامحني بقى نديم باشا، انا عرفت مين الليسي. مين؟ وشرف امي لفش خمانه بدينه الصين. ما اتفقناش على كده. نو بليز خلي ربنا ما ينساش الميزانيه اللي قلت له عليها. الحياه اختيارات، للي يعرف يختار. الزراعه ملكه عن الارض، الارض دي ربنا حط فيها كل اسباب الحياه. صراحة ما يتشبعش من القعدة دي. مرسي قوي على اليوم الجميل ده. على ايه بس، تعالوا كل يوم، انتوا نورتوني والله. شكرا. يلا. لا يمكن عايز تاكل حاجة كمان. لا تمام. شكرا يا ملك. فين شنطتي؟ الشنطة ايه؟ كنت قاعدة. معرفش ايه اللي جابها هنا. قاعدة عليها طول الوقت. شكرا نديم بيه، شكرا جدا. نورتوا نورتوا. اتفضلي. بليجر. طبعا ناصر نايم كالعادة. صحية يا عمر؟ لو تعبانة ابعت لكم سواق من عندي. لا ميرسي بجد. خلاص هنمشي. بجد سواق. انا عمر، انا عمر. يلا هنمشي. ميرسي. مع السلامة. نورتي. باي باي. باي باي. انت على طول نايم كده يا ناصر في اي حتة نروحها. بس كان يوم حلو. جدا. أي عمان؟ كله تمام يا نديم باشا، بس في مشكلة كده ومش لاقي لها حل. مادام بتاعت سعادتك بقالها 3 ساعات مغمى عليها ومش عارفين نفوقها. مغمى عليها ايه بس يا عم؟ دي شكلها ماشي. توطي صوتك هتودينا في داهية. حصل لها ايه؟ اوعى يكون حد لمسها. لا 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 يا نديم باشا، بس الراجل بتاعي بس بيحاول يفوقها ومش عارف. مغمى عليها يعني ايه؟ اوعى تكونوا عملتوا فيها حاجة. والله ما حد لمسها يا باشا، هي فجأة كده اغمى عليها لوحدها. انت يا ابني هتفضل مورطني كده على طول؟ هتتصرف ولا ابعت لك حد يتصرف؟ بص بقى بصراحة يا باشا، الحوار ده محتاج دكتور، والدكتور يعني حكومة وفضيحة. يا اما بقى نرجعها البيت تاني. فكر كده كويس وقول لي هنعمل ايه. وانا مستني تليفونك. تتصرف وتكلمني على طول. ده مفيش نبض خالص ولا نفس. وريني كده. الليلة سودة تبقى انها ماتت بجد. ايه يا وائل، ايه كل ده؟ لسه ماشيين؟ هما كانوا ناويين يباتوا ولا ايه؟ بقول لك استنى يا سيد، هكلمك كمان شويه. بقول لك يا سيد، ممكن مستر نديم لما يجي ما تقولوش ان انا هنا، عايز اعملها له مفاجاه. لا يعذروني ما اقدرش، دفاع تعيش. طب كمل لي بقى، مدام رشا سافرت مع مين وازاي؟ هي كل الناس نمت. ملك الوقت متأخر جدا، لازم يكون ناموا طبعا. طب حازم اللي متصل مليون مرة ده ما بيردش وفهمنا. مريم اللي ما بتنامش غير الفجر ما بتردش ليه دي؟ مريم ما بتردش ليه؟ ملك مش مريم برضو. أنا آسف يعني مش يا عمر، في حاجة اسمها مسج واتساب أي حاجة بس اطمني. مظبوط صح، عندك حق. طب على فكرة أنت قلقانة ليه؟ طالما ما حدش كلمك وقال لك في حاجه يبقى كله ماشي تمام. ما تقلقيش نفسك كده يا مان.
فاهمة، بس أنا متضايقة عشان انشغلت عن رنا قوي النهاردة. هي زعلانة وأنا ما بحبش أزعلها. أتصل بيها تاني، تصحى مش مهم، المهم أطمن عليها. خلاص عشان تطمني أنت كمان جربي، كله هيبقى تمام والله ما تقلقيش. برضه ما بتردش. حاولي تاني يا ملك. Miss Malak is calling me. No, she'll yell at me when she comes back. Okay, as you like. انت موديني فين يا بوب؟ يا بنت تمشي وبلاش صداع بقى. انت قلت لي مصلحه وفي السريع وعلى السخان، مش خرابه وفي اخر الدنيا. اللهم طولك يا روح. يا بنت تلم وخلي ليلتك السودا دي تعدي على خير. مش عايزه اتاخر، الدكتور لو صحي وما لقانيش في النبطشيه هيديني الصبانه ست على طول. ما هو لقتك وعجني ده هو اللي هيعطلني. يلا خلصيني بقى. ليش انت بس لو مش غالي عليا ما كنتش جيت المصلحه ديت وسبت المستوصف. طب يلا خلصي يا اماني، ربنا يسترها معاكي ومعانا. بعدين يعني دي اول مره تتعاملي معايا فيها ولا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. تعالي ادخلي وانت هتفهمي كل حاجه. اهي. ايه ده؟ ايه يا كبير؟ هي دي؟ هي دي. انت تقفي تتفرجي عليا؟ ما تقلع بنت تشوفي شغلي. ما بالراحة نفسك يا اخوي، هو في ايه؟ ما تتلم بقى يا بنت وتخلصينا. خبر اسود ونايل؟ ايه ماتت؟ لا في غيبوبه، هي اتعاطت بودره ولا حاجه كده ولا كده. انت ايه هتحققي معانا؟ ما تشوف لنا صفه في المشكله دي. طب عايزه حاجات سكي. لا مش ديت، انا عايزه حاجات من الصيدليه، كاوله وحقنه اتروبين ومحلول. ليه انت هتعلقي لها محاليل؟ مفيش حل غير كده. طب يلا بسرعه هتلاقي كل حاجه هي عايزاها. حاضر يا كبير. بسرعه. أميرة، أميرة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الدنيا برد ولا أنا اللي بردانة؟ برد وبردتي أكتر عشان نمتي هنا. Thank you. Pleasure. ايه اللي مسهرك انا لحد دلوقتي؟
مش قلت لك همضي الورق الصبح؟ بتعملي في نفسك كده ليه؟ وانا ما كانش ينفع استنى لغايه الصبح كده، هيعدي علينا يوم كامل وده ورق ما يستناش. لسه بقى هقعد استناك على بال ما تيجي المجموعه وتوصل وتمضي وابعته، فقلت اجي لك النهارده. هو ده الورق؟ اه. وانا همضي كل ده دلوقتي؟ لا ده بس. ده بس؟ كتر خيرك. انت جاي من المجموعه اللي هنا؟ اه. كويس. كنت لابسه كده الصبح؟ اه لا، ما هو اختي عدت عليا وجابت لي اللبس ده المكان. اختك؟ اه. حلو. ميرسي. مستر نديم. ممكن نتكلم؟ دلوقتي؟ معلش استحملني، موضوع مهم. طالما مهم أنا سامع. موضوع بخصوص ملك الجرح. With him. Hazem, and why you didn't tell me? Miss Maryam refused to do so. Maryam? تقدري تقولي لي حازم اخد رنا ليه يا ست مريم؟ هو ايه اللي بيجرى في البيت ده من ورايا؟ ما حدش بيقول لي ليه؟ تفهميني ايه؟ ها؟ تفهميني ايه؟ ليسي؟ يا نهار اسود، بقى ده اتجوز ملك؟ شكله تعبان، ده خلصان، ده شكله يجيب حموضه. اصلا انا مش بحبه. المهم يتحبوا. تحبوا ايه؟ دول خلاص هيتطلقوا. ليه؟ مشاكل بقى، مش مبسوطه معاه. هي كده اتجوزته ليه اصلا؟ غني هو؟ اكيد غني. امال ايه؟ باباك وافق عليه ليه يعني؟ هما كانوا في امريكا واتجوزوا، مش انا حكيالك. انت بتبص على ايه؟ لا ده انا بدور على ويتر بس عطشان عايز ميه.
ما هي المية قدامك اهي. لا اشرب اشرب. الواحد ما بقاش واخد باله من المية قدامه. والله. اه والله. يعني ما قلتليش هي خدت رأي أبوكي ولا اتجوزته من وراه؟ لا كلمته من أمريكا بالتليفون وهو وافق على طول. الله 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 بالتليفون بس كده طبعا. ما هي ملك اللي على الحجر. لكن عشان انت غلبانة وطيبة وبيعملكم معاملة ان انت بنت البطة السودة كان لازم طبعا يرفضوني. انا لو اعرف ابوكي ده رفضني ليه؟ ما انا مالي، هم انا غني وزي الفل وامور اكيد اكتر من الراجل اللي اسمه مش عارف ايه ده. يعني ده لولا ان انتوا الاثنين انا متاكد ان انتوا توينز كنت شكيت اصلا انك اختها وحتى بنته. صباح الخير. صباح الخير. انا جاهزه على فكره. جاهزه على فين؟ السؤال الغريب ده، انا مش عندي محاضرات النهارده ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني احنا الاثنين هننزل ونسيب البنت لوحدها؟ نعم. انت عايزني اضيع مستقبلي وما اروحش الجامعه واقعد ببنتك ليه؟ ان شاء الله اذا كانت امها مش حنين عليها اكون انا احن عليها من امها. طب يا وسام لو قلت لك عشان خاطري ممكن تقعدي النهارده معاها؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه التناقض الغريب ده يا حازم؟ منين مش عايز حد يحس انك مراتي وبميزك وتكوني موجوده وحاضره في كل محاضراتي وممنوع الغياب، ومنين دلوقتي عادي غيبي اقعدي في البيت؟ دي حاله استثنائيه بس لغايه لما اتصرف واجيب لها شغاله حتى على الاقل تقعد معاها. حلاوه يا حلولي، شغاله حته واحده هتجيب لي بنتك شغاله ما جبتهاليش انا؟ طب ده انا فاكره مره زمان جبت شغاله عادي يعني زي بقيه الستات تساعدني في شغل البيت، عملت لي فيلم ما بحبهمش ماشيهم بيخنقوني. دلوقتي عادي هنجيب شغاله نو بروبلم. عندك اي حل تاني غير انها ترجع لمامتها؟ عشان ده من رابع المستحيلات ان انا اوافق عليه. من خامس المستحيلات بقى ان بنتك دي تعيش معانا في البيت ده على طول، واحنا متفقين على كده يا حازم من زمان، ايه اللي غيرك؟ يا وسام دي بنتي حرميها في الشارع يعني؟ لا يا حنين، روح لامها خليها تشكم اختها الصايعه، تجوزها تطردها في داهيه وترجع لها البنت ونرجع نعيش حياتنا طبيعي، عادي زي ما كنا. انت ليه مش حاطه في دماغك ان هيجي اليوم اللي اخدها منها وتعيش معانا هنا؟ انا مش فاهم انت بتفكري ازاي يا وسام. تعيش معانا هنا؟ الجن ده ولا ايه؟ طب وحياة امي ما هي معتبه هنا. طب وحياة امك اللي هتيجي تعيش معانا واما اشوف يا انا يا امك. شربة ولا زيت؟ هو بابي نزل؟ انت صحيتي؟ ايوه. نزل. تعالي معايا بقى ساعديني في شغل البيت بدل ما تطلعي زي مامي. السلام عليكم. الله وبركاته. السلام عليكم. الله وبركاته. شقة الدكتور حازم توفيق فين؟ اطلع ال 12 وانزل دور. ماشي. السلام عليكم. الله وبركاته.
والله يا بنتي زي ما بقول لك كده. اه لا بقول لك دخل عليها رنا. ممكن تطفي التلفزيون في اوضتك؟ انا سايباه مفتوح. طيب ممكن بليز تروحي تشوفيه عشان انا سامعه صوت التلفزيون؟ حاضر. استني بقول لك دخل عليها لقاها في حب راجل غريب. اه والله العظيم. لا بصراحه هو ما قاليش كده يعني، بس انا استنتجت من كلامه. على رايك كل ده يطلع من الخرصه؟ ده حاجه غريبه. مفيش تلفزيون مفتوح. ايه ده بجد؟ انا كنت فاكراه مفتوح. طب اشوفك امتى؟ ما اخلص من الفيلم اللي عندي الاول. لو بيقول لك عايز يجيب شغاله وحاجات ممكن تفتحي الباب بيرن؟ شغاله في عينه، ما جابليش انا الشغاله اجيبها المفعوصه دي. مامي رنا حبيبه مامي، انا اسفه يا حبيبتي، اوعي تكوني زعلانه مني، اوعدك ان عمري ما هنشغل عنك ابدا. طب بصي هكلمك تاني، اقفلي، هطلبك تاني في حد عندي على الباب. يلا باي. اسف مش هغيب عنك تاني ابدا. يا نعم. هو حازم موجود؟ لا مش موجود، انا اللي موجوده. طب يا حبيبتي روحي غيري هدومك بسرعه، انا مستنياكي. والله يا سلام، مش تستاذنيني الاول؟ مش يمكن اقول لك لا؟ انا مفيش مخلوق على الارض يقدر يقول لي لا على بنتي. وما انت يا اختي حنينه على بنتك قوي كده وبتخافي عليها، ما عبرتيهاش امبارح طول اليوم ليه؟ ما سألتيش ليه؟ ايه هنشحتك على بنتك؟ ليه وهي كانت بايته في الشارع؟ مش ده بيت ابوها ولا انا مش واخده بالي؟ بيت باباها، بس مش معنى كده انك تنسي بنتك. ولا كان في حد مسهيكي عن بنتك امبارح؟ قوليلي، ده انا افرح لك، يمكن عقدتك تتفك. عقدة انا؟ ماشي. عموماً لما يبقى في حاجة هتبقي أول المعزومين. طب وأنا عشان وعدك ده وعشان أنا بنت ناس مش همنعك عنها، بس عارفة أنا خايفة موت لحسن حزومتي لما يرجع يبهدلني إن أنا سبتهالك. لو على إيه؟ ابقي خلي حزومتك يكلمني وأنا هبقى أفهمه إن أنا خدتها غصب عنك. ماشي يا أختي، لما حزومتي يكلمك ابقي حاولي تهديه من ناحية أختك لحسن، شايط ومش طايقها من ساعة ما شاف الواد بيبوسها في البيت عندها. بقولك يا حبيبتي، ما ينوبكيش ثواب في اختك دي وتجيبي لها عريس يتجوزها ويلمها بدل قعدتها دي؟ القعده مش حلوه، وبعدين هي ما دقتش العسل ولا جربته. مش يمكن لو دقته عقدتها رخره تتفك ولسانها يتحل؟ وماله، ناخد بالنصيحه يا عسل. يا رنا، رنا عيني، كنت حالف 100 يمين ان رجليا ما تعتب هنا تاني، انما اعمل ايه بقى في قلبي الحنين ما بيطوعنيش. اسكتي اسكتي، مش امبارح شفتك في الحلم؟ ايه ده، بسم الله ما شاء الله عليكي، بسم الله ما شاء الله، بدر منور. لا وايه، قال انا جايب لك سمكه بوري مشويه وبقدمها لك. على فكره السمك في الحلم رزق، مش شرط يبقى فلوس، بس هو رزق رزق. يا انا قمت من النوم قلت الله، طب ياض ما تعمل كده، مش جايز الحلم يتحقق وهي بتاكل بالهنا والشفا تروح نطقه. يلا يا حبيبتي مدي ايدك بالهنا والشفا، يلا. لا لا، ده ايه ده، مرات عمك اول ما عرفت بنطاري ان انت مش هتيجي تتغدي معانا النهارده
قامت من الفجر عملتها لك بايديها. امال ايه؟ يلا يا حلو. الله 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 الله، ريحتها ترد الروح. ومش عاوز اقول لك الخلطه بتاعتها بقى معموله ازاي، ولا مكلفاني كام. اقصد يعني ان الغالي ما يجيلوش الا الغالي، وانت غاليه عندي قوي يا مريم. اي والله عارفه، والله يا مريك علي يا مين، انا بعتبرك بنتي بالظبط. ايوه طبعا، انت مالكيش غيري، انت ليكي غيري. والله الحقيقه انت مالكيش غيري خالص، انا بس بخاف عليكي من اختك. اختك دي بالروايه 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 طبعا، هي مننا ما هياش مننا، وبعدين اتربت بعيد عننا، احنا كنا بنشوفها اللي في الاجازات. وقال ايه؟ كانت عايشه في امريكا. امريكا ايه؟ ده اللي يسمع كلامها يقول كانت عايشه في امريكا البلد، في ارض اللواء اللي جنب البنتاجون عدل. ايوه كده اضحكي، النبي تبسم، النبي تبسم. عارفه ابتسامتك دي عندي يا مريم من الدنيا وما فيها. ايه فلوس ايه ولا ورث ايه اللي انا عاوزه؟ لا 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 لا، انا كل من انت. والله انت يا مريم، انت يا حبيبتي، انا بس عاوز اطمن عليكي. ما اختك دي ممكن قوي تاخد كل اللي حلتك وترميكي في الشارع. وانت مسكين غلبان ومش هتعرفي تتصرفي، انت لا معاكي ورقه تضمني بيها حقك، ولا حتى عارفه الورث اللي سابهولك ابوكي قد ايه. يرضيك اللي حصل لي ده؟ يرضيك رجالتك يعملوا فيا كده؟ شفت بهدلتي وصلت لحد فين؟ انت اللي عملت كده في نفسك. وانا اللي ضحكت عليك وقلت لك اني هصفرك؟ ما انا ما اثقش فيكي. ليه؟ مش فاكر لي اي حاجه حلوه معاك خالص؟ فاكر طبعا. هو انا انسى اني جبتك عريانه من فوق السراير وطلقتني وخدت كل اللي حالتي وخلصنا؟ لسه شويه. انت عايز ايه يا نادين؟ عايز تقتلني؟ هتخلي رجالتك يخلصوا عليا؟ ولا جاي تخلص عليا بنفسك؟ هتقتلني يا نادين؟ هتقتلني وتيتم بنتك؟ أنا لو كنت عايز أعمل كده كان زمان التراب مغطيكي من زمان. أمال بتعمل معايا كده ليه؟ عشان ألم فضايحك. النيابة لقت صورك بالملاية عند الحيوان اللي قتلتيه. والله العظيم ما قتلته. قتلتيه بقى ما قتلتيهوش. المهم إنهم عرفوا إن كان عندك في الأوتيل قبل ما يموت بكام ساعة. ولقوا مكالمات بينك وبينه على تليفونه. مع إنه كان شاهد عليكي في القضية الأولانية. ما قدمش الصور. يبقى في حاجة غلط والنيابة هتستدعيكي، يبقى أنا لازم ألم أصد. طب ليه ما خلتنيش أسافر أحسن؟ وأضمن منين دماغك توديكي فين؟ هتوديني لفين يا حصر؟ مش كنت ناوي أنت والواد ده تلعبوا عليا لعبة الصور؟ يا نديم حرام عليك، والله العظيم أنت ظالم وبيتهيأ لك حاجات ما حصلتش خالص. يا قط يا قط. وانا هفضل هنا كتير يعني ولا ايه؟ امرني يا نديم باشا. المكان متامن كويس؟ ايه بالسؤال ده يا باشا؟ المدام هتفضل هنا لحد ما اقول. اعتبره حصل. تعال عايزك. ده طارق، اصل انا عربيتي عطلانه، قلت له يعدي عليا يوصلني البيت بدل ما انا تاكسي رايح وتاكسي جاي تاكسي. واخده بالك انت؟ بليز يا شابه تعالي، وانت تعالي تعالي بليز. اوبن ذا دور، اوبن ذا دور، ذا دور اوبن. يس. يا سلام يا مريم، لو تعرفي طارق عقلي ازاي وبقى يسمع الكلام. ماشي تعال يا طارق، تعال يا حبيبي، تعال 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 بقى. ازيك يا مريم؟ اقعد مطرحي هنا بقى عشان تاكل معاه.
يلا. لا يا بابا اكل ايه بس انا لسه واكل. يا دي النيله عليك يا دي النيله، هو انا حسدتك ولا؟ اقعد اقعد كل عشان تفتح نفسها. لا لا خليها هي بس تاكل بالهنا والشفا. نهار اسود ومنيل، تاكل بالهنا والشفا ده؟ طب اوعى 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 اوعى. بسم الله. يلا حبيبتي. هل هي تاكل بالهنا والشفا؟ يلا حبيبتي هوب افتحي بقك. عمي يا جمل. لا مفيش حاجه اسمها لا. يلا يلا حبيبتي. حد يكسف عمه؟ هتكسفي ايدي ولا ايه؟ يلا حبيبتي. عم يا جمل. عم حلوه حلوه شميها. الله الله هي بتكحح دي ولا ايه؟ أنا في مشاكل وحوار وخناقات، وساعة ما رجعنا من المزرعة وأنا بلف حوالين نفسي. عشان إيه؟ مش عارفة، حقيقي مش عارفة. هو العيب فيا ولا في الناس اللي حواليا؟ طب احكي لي. وأنت ذنبك إيه أصدعك بمشاكل؟ تلاقي فيك اللي مكفيك. الله، ذنب إنك نزلتيني في نص الليل، ما دام جبتيني لحد هنا بتحكي لي. أنا قررت أبعد. فهميني أكتر. يعني هاخد بنتي وهسافر. سافري فين؟ أرجع كما كنت. مش فاهم حاجة. أنا قررت أرجع أمريكا. لا ده اللعبة سخنت، خلي بالك. خش عليه، خلي بالك اللعبة سخنت. اوبا. انا مش مصدق العته اللي انت بتقوله ده. اتجننت يا ابني؟ مش فاهم انت عايز تودي نفسك في داهية يعني؟ في ايه يا جماعة؟ ما تهدوا انتوا الاتنين شوية كده. وبعدين ما تخلقش الليل ودراع خالد الليسي. فتقوم تخطف بنتها؟ ايه يعني؟ ما لقيتش حل غير كده، حصل ايه؟ ده تبقى هبت منك يا معلم ونفسك تطلع مع ريهام سعيد وتسألك وتقول لك مش ندمان يا ليسي؟ مش حاسس انك غلطان؟ ما نفسكش تصلح غلطتك؟ استاذ ريهام سعيد؟ اه لا حول الله مش غلطان يا استاذ ريهام، انا بصراحه جبت الموضوع شمال يمين تحت فوق ما لقيتش غير حل واحد، انا اخطف البت بنت ملك لغايه ما هي تيجي على حجر وساعتها بقى تجيب اللي بتذلني بيه. وهي بتذلك بايه بقى يا معلم؟ ها؟ وانا قلت بتذلني؟ وبعدين يا ابني محدش في بلدك دي يقدر يذلني اصلا. يا ابني وانا اللي بقول؟ مش انت لسه قايل بنفسك؟ انت هتقولني كلام ما قلتوش ولا ايه يا عم؟ انا ناقصك انت كمان. انا مش فاهم يعني على اساس ان احنا يعني كنا لوحدنا وانا بس اللي سامعك؟ ما الشباب كلها سامعين. ايه يا ليسي هو انت مش دريان باللي بتقوله ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ هي هبت منكم انتوا الثلاثه وسكرتوا ولا ايه؟ انتوا هتقولوني كلام ما قلتوش وتتخيلوا حاجات ما حصلتش؟ اهدوا شويه، خفوا. ده بجد بقى ولا بتهزر؟ ماشي 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 يا عم، احنا يا سيدي في الضياع، محدش فينا فاهم اي حاجه وانت ما قلتش اي حاجه، كلنا بيتهيأ لنا. فكك بقى مننا ومن ودانا اللي بتسمع حاجات غريبه دي، وخلينا في اللي انت ناوي تعمله. انت عايز تخطف بنتها ليه؟